بسم الله الرحمن الرحيم. حسن مهديوي، رئيس فيدرالية الجمعية التنموية بتنغير. اي 30 لوكات، كنا مع موعد نسكريان اللقاء خف عرض حصيلة مختبر المواطنة نيت تقدما من طرف يتنتلان الشباب نيستفد نك تكوينات مشروع مختبر المواطنة. يتبين بانه فعلا جمعيه التمدد من هذا المنبر نتقدم الشكر الجزيل، لان الورشات التكوينيه نسكن نيدوم تقريبا ناس وكاز دوم ناصف الشباب نستفد نك تكوينات تستفد، والدليل هو يدخل العرض نحق المنسى. نتمنى بان الشركاء اثنين كفيدراليه الجماعه المحليه تحتضن ماده صادق الدوره 5 اكتوبر القادم ان شاء الله خف مؤسسات واحتضان فضاء التشاور العمومي. اشكو ايضاً المجموعه عن الشرائح سواء ذوي الاحتياجات سواء الشباب او النساء نيستافدن قلت الورشه التكوينيه هاتي خصها ادور تضيع ويتخن تكوينات نسكرن. اذا نتمنى خيرا. ان تشكر الجميع على التعاون الجاد، نتمنى الحضور الكريم نيساهمن في انجاح انهاء مشروع المؤتمر فضاء التشاور مشروع مختبر المواطنه. نتمنى بانه في القريب العاجل ان حيطر تاسيس ندخل الفضاء يفاد يسير المهمات نخص يسير خدمه للمجتمع وللساكنه ولكافه المواطنين. شكرا والى اللقاء. اشكالات غنغيلا خصنا يتسندو نالنا دي فكر ماشي خصنا يدار ولا ان فكر ميخ في نتكا اتنرى الامجاد الثقافة او ديك النظام نتما زياد الله فالي اني اولي قيمي تسيب لوقت فهمت والناس عجبني كاين سي سكار لا اش يقول لي الاطار داتي للفوضى استغفر الله العظيم. الجمعوي ولا بزاف المهم ولا درت لي مقتل الفراغ تيلي عدم المواكبه يمكن اشكون ميسي دا انتفاتي والحماس كان زائد قال الاول صافي نرى ميسي بغيت انا تبارك الله لا نتيسو السوق شحال الجمعيات كلشي يدا كنا ويسيا الا انت الجمعيات ما يوراوك اللي يد المقر نسيت سكتين نسين وانا غنيه يران سكتين وانا المهم تواسكنت الجمعيات في مختلف زعما الاشكال والنقد المهام دوالنا ولكن في الاخر بدات تدون اريوت النقطه مسنيت لكن الحاج الفراغ تخصها يا تخصص تعمر دايتي لي ويدات غنا ولا تكمل انت الحوايج دايتي لي مسنيت غير الجمعيه ذات بدو تدو يا ريو اريوت المرحله صافي كيوني دوس الهمز دارت فاتي نكد غنا سي مصطفى كان سين مختكرات اللي غنا اللي استمر الجمعيه تفني دي غن كذا كاتي طني كهن المهم مليان ماشي من البيت صافي لا سيني زار كل شيء نبغي نغن غن معنا سين غن إلي تقوي سنت زعما ملي سنيت غير كذا تيني الله أعلم غير ملي سنيت تلغون أزمة فكر يعني كي تغادي تتبين لأنه ولا نسيت سنت الحوايج ملي سنيت مثلا سمونا غاكو يطغ الواحة مثلا الواحة نسين غير كله سكي خفاء سكي الله عرف إلي تبارك الله يتسنت الحوايج لا يخسر يتواسكر لا تيسنت الحوايج دا سمونو نتاكم سمونو نتاكم معنا مسنيت لا ثقافيا ولا دينيا ولا والنضغ ولا تيري تيلي أصير ولا الأصير العقيدة ولا تين الونغ القرابة يلي بزاف الحوايج إذا يخسر يريون التضامن ديون التكافؤ إلي نتسلم بنانا إلا مسنيت يضغني الصدق في العمل أفداد تتصوت مثل الحوايج يضغن نسنت وقت الله الا الا انت الجمعيه تسحان ديال العمل الجمعوي اللي انت النقابه تسحان هذا تريين لان تويت هذا المشروع نختل الاقتراح نختل الحشق قلنا ما تمتويد نغدا كل اداره الناس تدي دات سنت فهاد التنف على الاقل على يدي واحد النوع ديال الاطمئنان ديال 50 حتى 60%. اذا ما يديتش كالو هنا ما خفيتش كالو هنا الخطوره دي تشكل غير في النيخ في المسؤولنا عني إذا غير في تشكل نيخ الحضور النتي يخصي لي سيسو مثل الباب ني تنف يالجمعيات نا عندنا غنتي انا نقول سارس الثالث. إذا
ميدي كان المهم وهو خصا الجمعيات اديسنت ميدي تحكم ضد نسنت لعل وعسى يسور تاعت السكه فنا غنس مي لمين مشي ندايم شي دغ نتفوريت خنوا ما نتفوريت خنوت لميس منا من لمين هل العمل الجمعوي اسيدا هذا غير رحمه لنا اتوسان نينيا ودمعلم قان صبار ندعن ارن تدو يمشي يمشي لك انت قلوب هذه معنى الفكر من ضال الدغمه دغي صافي داك النيانيه ديال المجموعه الشباب مثلا دغي معنى ان ميتين معنات قد ادختيني ما حنضو مثلا فنا غير تسني بردانه فنا كذا ما حتى فتن جيت سنت المناسبات نيتني دوك يكرس الوضعيه دا داك المجال الانتخابات داك المجال النامي سمت ما لا نمد الحمد لله سن نمدني لا نقل المستوى يغينا دي خدمات زي ادوين سكات منا ولكن داتي انت فهاد الساعة هاتي مندنا مسائل بسيطة ديال اننا نعود مع الموصلات عن بياتي زنز الضمير نسي زنز ونغنس خفاود معلم اسكا يجراو ان يجران يفغدار نسم سالي اري تغوات تنتيد ايد السكنوك ايدوك سبنوك ونغلي اللي يوقع ان ما يدرى دينا بلا اطالة والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محسن عمرو منصور فاعل جمعوي من مدينة تنغير. الحمد لله صدق نفكي الحصيلة المختبر المواطنة مشروع مختبر المواطنة اللي هو يول المشروع نجن الزري ونسقاس دمناصف هي يون تكوينات عبر تكوينات تقريبا 11 ورشة تكوينات. الحمد لله نسكرديش بزاف الحوايج نسميخ نتقان سير الترافو ميخ نتقان سير انا نسير العرائد الاراء الاستشاريه. الحمد لله شكر الجمعيه من جمعيات شباب سم الدولة للثقافة فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير المجلس الجماعي لتنغير. أتمنى إن شاء الله المجلس الجماعي لتنغير هادي صادق في نقطة إدراج هادي صادق في تأسيس لإحتضان تأسيس الفضاء التشاوري بتنغير وشكرا. أنت اللي المتدخلين ده سواء الحرقة هذا يعني بأنه حسن المشكلة إلا حسن بأنه المجتمع المدني في واحد العد تنازلي وهذا لا يعني بأنه قن قمن تفرج مخي وننن أنصبر النج العمل الجمعوي دي الدماء الجمعيات بصفة عامة أجدونس ركم نس ما دجم نت الأنشطة نس وإنما قنحاول كيوني نظرك إلا الإطار جمعوي نحاول نكون ذاك شكوس اللغة الإخوان الأخوات ده سوال نص الحرقة هذا يعني بأنه الرضا دوري لي الرضا نود المهم أن يخصها تسكر الجمعيات ولا تسكر ربما نكين ده سكورة بأنه يتخن المشكل يا سبب نس غياب تكوين المستمر عند الجمعيات يعني التكوين المستمر للاشخاص اللي كتجي في المكاتب ديال الجمعيات ما كيكونش الخلاف يعني اخصاء الجمعيات ما كل جمعيه اساكتر تسكر جديد تحاول ما امكن تحتفظ في العناصر القديمه ولكن الديتاوي 60% مخت 70% الاعضاء الجدد هادين شباب وغادي اخصاء كل جمعيه تحاول تسكر البرنامج هذه تكويني مستمر ويدغن الشباب يفاد المستقبل تحاول تحمل الشعله يفاد غير الناس طرف عاني غير هذه سن الاباجديات العمل الجمعوي فهاد سن الناس طرف عاني سن الناس لقدام ولكن اذا ما تمكناش اليوم باش نديروا واحد التكوين المستمر للاجيال القادمه هذا يعني بان المقاربه التشاركيه امتزت المقاربه التمثيليه اعتقد ينت أد ينسي ينسي العناصر كل يوم قد تمز يول الاتجاه يعني أيضاً مقاربة تمثيلية يعني المنتخب نميني كل الأصوات نرى مثلاً يعني ورنا لا خسر نضحى أيضاً المقاربة التشاركية المبادئ المقاربة التشاركية نتني أيضاً نخت اعتمد حتى ورنخت توت لأن وري اللي ما اختدي سويتنا وري اللي ما دغي استعنات ما يدي خسرنا كل النسين لهذا هاد
نكوني كجمعيات كفاعلين جمعويين هات ممكن نرد البال الاجيال القديمه المكاتب نرانا ادي الدوق المكاتب يطنين اتقن نحاول ما امكن ان نرار المهام اللي خصها تسكن الجمعيات السكن الحقيقيه دو بريد اللي خصها. واقول قولي هذا واشكركم مجددا واتمنى التوفيق والسداد والى اللقاء القادم بحول الله. شكرا.